هذا المحل هو اصلا ما خصوش يكون تما في حي سكني، خصو يكون في حي صناعي، وديروا لنا في حي سكني وكيلوت وكيس. ما حبيه قال لي سيروا فيما بغيتوا، اذا انا السيد كيتحدانا حساسيه ولادنا مرضوا بالحساسيه، راه عندي شهاده طبيه كتثبت على ذلك. نعم شهاده طبيه كتثبت على ذلك. السلام عليكم، في هذا البث المباشر اللي كنقدم لكم مباشره من مدينه الدار البيضاء، هذا السيد المواطن هذا اللي ولات عنده الحساسيه بسبب واحد المحل اللي كيدير شي ديال الشاكمات وتسبب ليه واحد الاضرار. نخليكم تسمعوا التفاصيل من عنده. السلام عليكم، قول لنا بالضبط شنو المشكل عندك والمنطقه. السلام عليكم، حنا ساكنه بلوك 122 رقم 1 برنوسي، كنعاني مع واحد السيد جا في حقه قرار الاغلاق من 2019، كيستغل الملك العمومي بدون ترخيص، كيوسخ لنا الشارع، الشارع بالتلوث بداكشي ديال الرادياتورات والى اخره، وحد الان باقي خدام وما جا في حقه قرار الاغلاق وباقي ما تنفذش لحد الان. باقي خدام هذا السيد، ما لقيتيش معاه شي حل والو؟ الحل والو، باقي لحد الان هو خدام وباقي ما لقينا له معاه حل والو. كدير مراسلات للجهات المعنيه؟ مشينا جميع السلطات قمنا بهم، مشينا المقاطعه، الجامعه، العماله، والولايه، مجلس المدينه، كلهم حاط فيهم شكايات وباقي ما لحد الان باقي ما داروا معنا الناس. انت متيقن عنده قرار ديال الاغلاق؟ قرار الاغلاق خويا صدر في حقه 2019 من عند رئيس الجامعه ديال البرنوسي. نعم وباقي لحد الان ما تنفذش. الاسباب انت ما عرفتيهاش؟ الاسباب لحد الان ما عرفتهاش. بالنسبه لهذا المحل هذا قريب هذا خويا، هذا المحل هو اصلا ما خصوش يكون تما في حي سكني، خصو يكون في حي صناعي، وديروا لنا في حي سكني وكيلوت وكيستغل الملك العمومي، وعادي ما يثبتش في ذلك. عندنا تصاور دابا وعندنا شواهد طبيه كتدل على ذلك. يعني عانيتي بالنسبه عانينا مع حساسيه، ولادنا تما مرضوا بالحساسيه، الدخان من كيكون خدام كنشدوا الشراجم حتى الصباح حتى العشيه الى اخره. درتي شي مناسبه للسيد قائد؟ درنا جميع، صيفطنا جميع السلطات من مقاطعه، جامعه، عماله الى اخره، وباقي الان كنعانيو مع هذا الشيء. شنو الاضرار؟ الاضرار هو كيدير التلوث، كي عرفناه بالنسبه للاضرار الصحيه. الاضرار الصحيه الحساسيه، ولادنا مرضوا بالحساسيه، راه عندي شهاده طبيه كتثبت على ذلك. نعم شهاده طبيه كتثبت على ذلك. هاد الامراض من شحال هادي؟ هاد الامراض تقريبا دابا جايه واحد شي عامين تقريبا، الشهاده الطبيه اللي كتثبت على ذلك، الشهاده الطبيه اللي كتثبت على ذلك بانه حنا مرض بالحساسيه، مشينا عند الطبيب اختصاصي حنا وليداتنا الى اخره، وهذه ديال استغلال الملك العمومي حتى هي، بانه شوف السيارات وداك الشيء. يسبب لك ضرر بالنسبه للضرر، الضرر والساكنه وكل شيء. بالنسبه للساكنه وكل شيء، كل شيء. بالنسبه للساكنه اش كيقولوا لي؟ مشيو عنده؟ واش مشيتوا عنده؟ تواصلتوا معاه؟ توصلنا مع حبيه، قال لي سيروا فيما بغيتوا، اذا انا السيد كيتحدانا. هادشي اللي رساله للناس المسؤولين، سال الناس المسؤولين، كنطالبوا الناس المسؤولين بيقوموا لنا بتنفيذ هذا القرار في اقرب وقت، لان احنا عانينا الامرين مع السيد هذا، وتيتحدانا وتيلوث لنا، تيلوث الشارع الى اخره، وكيدير لنا الحساسيه لوليداتنا الى اخره. واخا هاد الضرر هذا لاحقك غير انت ولا كاينين الجيران حتى؟ لا كل تما شكاو هذاك الشيء، كل شيء. عندنا لائحه الساكنه، عندنا عريضه، عندنا الوثائق ديال كل شيء، من تقريبا من بدا من 2000 من 2009 ولا من 2000 تقريبا 2013 الى 2024، عندنا واحد ملف خاص باش يدير الشكايات الى اخره، جميع السلطات اللي مشينا لهم وما كانش اللي يسمع. لحد الان باقي اذا انتم غادي تواصلوا هاد؟ حنا غنبقاو متابعين هاد الشيء ان شاء الله حتى اخر رمق، تنشوفوا واش غيدير معنا الناس هادو في هاد تنفيذ هذا القرار الصعيب.